موقع ذكرى الإسلامي يقدم لكم هذه المادة. تستطيعوني ما قد لما قد لما قد مضى من العيش ردا أرضاح من أن يراه ذو العقل مشدا الغي أوضاح من أن توفي اثنان منهما في الحال وبقي الثالث في آخر رمق. يقول له رجل النور الذي حضر العابد قل لا إله إلا الله فأخذ يبكي في نفسه ويقول أنا في سقر أنا في سقر أنا في سقر حتى مات على ذلك فلا إله إلا الله بل ستتمنى الرجاء حتى تركت صريعا وقد بكت كالعيون يا ليت شيء إذا ما دفنت كيف تكون لو قد تركت صريعا وقد بكت كالعيون لا قل عنك عجل يا أخي عجل ولا تجعل للشيطان إليك سبيلا أن تقول للدنيا حسرة على ما فرطت في جنبيا وإن كنت لمن الساخرين قال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك يستبيحك اسم الخطايا